دائما ما يبدو الأمر مستحيلا حتى تنجزه. تقديم مرام فطاني للمؤلفة كاثرين روس بيتارس. تحديد الهدف. ثبت عينيك على الجائزة. يجب أن تكون موحد الفكر وأن تدفع نفسك لتحقيق الأمر الوحيد الذي قررت تحقيقه. دروس حياتية. من المذهل أننا لا نستطيع عادة رؤية الطرق التي تمدنا بالقوة. فمثلا لا يمكنك أن تدرك أن ما تفعله أمر صعب وشجاع في وقت قيامك به، لأنك إن أدركت أنه أمر من يتطلب الشجاعة فستشعر بالخوف، مواجهة الخوف. إن أردت أن تهزم الخوف فلا تجلس في منزلك وتفكر فيه، بل أخرج من منزلك وانشغل بأمر ما. الإقدام على الحلم. كلما زادت أحلامك زادت الأمور التي يمكنك تحقيقها. التشجيع. واصل التقدم، ومن المحتمل أن تتعثر بشيء ما، ربما من حيث لا تحتسب، حيث إني لم أسمع من قبل بشخص ما تعثر وهو جالس في مكاني. نجاح الراعي. يمكن النجاح الحقيقي في استكشاف حياتك ومسيرتك المهنية حتى لا تحيط نفسك بالحمقى. الثقة. لا تنبع الثقة من العدم، بل هي نتائج ساعات وأيام وأسابيع وسنوات من العمل الدائم والتفاني. أكد الإيجابية. عندما تكون في مصيبة عليك أن تتشكك في كل شيء عدا قدرتك على الخروج منها. الإقدام على المخاطر. لا تكن مفرط الخوف والحساسية من أفعالك، حيث أن الحياة بأكملها عبارة عن تجربة، وكلما زادت التجارب التي تجريها كان ذلك أفضل. ماذا لو كانت التجربة صعبة وتعرضت فيها للجروح والكدمات؟ ماذا لو فشلت وتعثرت وسقطت في الوحل مرة أو مرتين؟ انهض مرة أخرى ولن تشعر بالخوف من التعثر مرة أخرى أبدا. توقع واقعي. لم يطلب منك أحد أن تكون سعيدا، اعمل فحسب. المنظور. لا تصدقهم عندما يخبرونك بمدى سوء مستواك ومدى سوء أفكارك، ولا تصدقهم أيضا عندما يخبرونك بمدى روعتك ومدى عظمة أفكارك. آمن بنفسك فقط وآمن بعملك وستقوم بعمل رائع. افعلها. الخطوة الأولى للتقدم هي أن تقرر أنك لن تبقى في مكانك. العمل الجاد. لطالما قال لي والدي سيكون هناك دائما شخص ما أفضل منك، ولكن لا يوجد مبرر لأن يتفوق عليك أحدهم في العمل، فليس هناك مبرر لذلك. ارتكاب الأخطاء. كل شخص لم يرتكب أي أخطاء لم يجرب أي شيء جديد. كن صادقا مع نفسك. قال شخص أكثر ذكاء مني في إحدى المرات لا تسبح مع التيار، بل كنت أنت التيار. تحديد الهدف. ثبت عيناك على الهدف. إن تخيلت الأقل فإن القليل هو ما تستحقه دون أدنى شك. لذلك افعل ما تحب ولا تتوقف حتى تحصل على ما تحب. ابذل أقصى ما في وسعك وتخيل الأمور الضخمة، ولا تقبل بالحلول الوسطى ولا تهدر الوقت أبدا. ابدأ الآن وليس بعد 20 عاما وليس بعد أسبوعين من الآن، بل الآن. اكتشف ما تحب وأحب ما تعمل. عليك أن تؤمن بما تفعله، ففي نهاية اليوم سيكون عليك أن تقاتل من أجل أمور تستحق. لذلك ارتد قفازاتك واستعد. نجاح الراعي. إن نهضت من النوم كل يوم وأنا متفائل بأني أمتلك القدرة على النمو، فإن هذا يعتبر نجاحي بالنسبة لي. الثقة. لا تدع ما لا يمكنك فعله يعرقل ما يمكنك فعله. أكد الإيجابية. المشكلة ما هي إلا فرصة سانحة كي تبذل أقصى ما في وسعك. خارج منطقة الراحة. قد تكتسب بعض الصفات عندما لا تشعر بالراحة، فإن كنت تفعل ما لم تعتد فعله فقد تتعثر وتسقط على وجهك، وقد تفسد الأمر برمته. توقع واقع. اعمل على شيء واحد في كل مرة حتى تنهي.
لا تستسلم أبدا، يواصل الأبطال اللعب حتى يتقنوه. افعلها الخطوة الأولى لأن تصبح ما ترغب في أن تكون هي أن ترغب في ذلك. العمل الجاد، قد تجد نفسك قد أصبحت مرتاح البال وقادر على إمتاع نفسك، لذلك احصل على قدر أكبر من النوم وارتح عندما تعلم أنك قد بذلت قصارى جهدك سواء فزت أم خسرت. الفشل، تأتي 99% من حالات الفشل من أشخاص اعتادوا أن يقدموا الأعذار. كن صادقا مع نفسك، أيا كان نوع الفن الذي تعمل عليه من المهم أن تراه بوضوح وأن تشعر به بوضوح، ولا تقلق بشأن النتائج أو الطريقة التي سيراها بها الآخرون. تحديد الهدف وثبت عيناك على الجائزة. أعتقد أن السبب الوحيد الذي جعلني أستمر حتى الآن هو أنني لا أستمع لأحد، وأعتقد أنك قادر على ألا تستمع لأحد. قد تسمع الأمور التي تصلح لك والتي لا تصلح لك، وكل ما عليك فعله هو أن تتجاهل الناس. افهم إلى أين ترغب في أن تذهب، ومن ثم تخيل نفسك قد وصلت، ثم سيمكنك أن تصل. إنها خلاصة الأمر. دروس مستفادة، انتهي من المشهد الكبير أولا، ومن ثم سيمكنك تمثيل المشاهد الصغيرة وأنت تمرح. إنها نصيحة مفيدة للحياة، لطالما نصحت بها أبنائي. إنه الأعمال الصعبة أولا، ثم سيمكنك أن تذهب وتفعل أي ما ترغبون في فعله. التغلب على المصاعب، الأوقات العصيبة لا تنتهي ونحن أيضا لا نستسلم. اكتشف ما تحب وحب ما تعمل. أصبحت أؤمن بأن كل منا يمتلك دافعا داخليا فريدا مثل بصمات الأصابع، وأن الطريقة المثلى للنجاح هي اكتشاف ما تحب ومن ثم العثور على طريقة لتقديمه للآخرين في صورة خدمة وعمل جاد، وكذلك السماح لطاقة الحياة بإرشادك. التشجيع، إن لم تقطع الطريق حتى نهايته فأنت لم تقطعه من الأساس. نجاح الرائع، عندما يستغرقك الأمر أكثر من 20 عاما لتصل إلى أي مستوى من النجاح فستكون أكثر حكمة في المحافظة عليه. لا يوجد أمر مميز يتعلق بي، فكل ما فعلته هو أني التزمت بهذا الأمر وعملت بجد. الثقة، أنا لا أحب المراهنة على شيء، ولكن إن كان هناك أمر واحد لأراهن عليه فسيكون أنا. المرونة والتغيير، أحيانا ما يتبين أن عدم امتلاك أي فكرة عما ترى في الوصول إليه أفضل مما تتخيل. خارج منطقة الراحة، عليك أن تفعل الأمر الذي تعتقد أنه لا يمكنك فعله. المنظور، أعتقد أنك من يصنع يومك ومن يصنع حياتك، ويأتي أغلب هذا من نفاذ البصيرة، وهذا هو السياق الذي وضعته لنفسي، وعلي أن أتقبل هذا السياق والعمل داخل نطاق هذه الحدود، والأمر يعود إليه في النهاية. لا تستسلم أبدا، عندما لا يبدو لي أن هناك من يمكنه مساعدتي في الحياة أذهب لألقي نظرة على قاطع أحجار وأراقبه وهو يضرب الأحجار بمطرقته. قد يضرب الحجر 100 ضربة دون حتى أن يظهر شق واحد عليه، إلا أنه قد ينشق إلى نصفين في الضربة الأولى بعد 100، وأنا أعلم جيدا أن الضربة الأخيرة ليست هي ما تسبب في انشقاق الحجر، بل جميع الضربات التي ضربها قبلها. دائما ما يبدو الأمر مستحيلا حتى تنجزه. الجزء السابع،